انه يتدخل في صداقتها لو بيخربوا عليها حياتها، او لو ممكن يكونوا بينصحوها بعض النصايح اللي هو شايف انها هتمردوا عليها، او لو صديقاتها دول ان هو مش مقتنع بيهم من وجهة نظره، او شايف ان هم لا يصلحوا من حيث الطبقة الاجتماعية، من حيث طريقة الكلام او التعامل. شايفة ايه؟ نعم طبعا المرأة كاملة العقل، يعني ليست بنصف عقل كما يقولون. تستطيع أن تميز الصح من الخطأ، وتستطيع كلما كان لها تجارب وكان لها تعامل مع الناس أن تميز أن هذا الإنسان صحيح، يعني يصير في طريق صحيح أو يصير في طريق خاطئ. طب أنا هقول لك نقطة بتتقال في النقطة دي، رجالة كتير بيقولوا أنا الراجل وبالتالي أنا بقى بحتك بالمجتمع، ببقى عارف أن بعض الستات أو بعض النساء صحيح. أخلاقهم مش تمام شوية، صحيح. طريقتهم مش كويسة، صحيح. بيتكلموا عليهم بطريقة مش كويسة، فبالتالي بيقول لها. لكن الآن لو منعها عن كل العالم، هل يستطيع أن يمنع عنها الواتس؟ هل يستطيع أن يمنع عنها الفيس؟ هل يستطيع أن يمنع عنها الإنترنت؟ هل يستطيع أن يضعها في صندوق ويغلق عليها؟ المرأة تتأثر بمؤثرات كثيرة جدا اليوم، وليس فقط بمؤثر واحد، فإذا لم يكن عندها هذا الوعي وهذه الثقافة فلا يستطيع الرجل أن يتحكم بها مهما حاول ذلك. يعني يمكن أن يجد صديقة معينة يقول لها امتنع عنها، امتنع عن زيارتها، ولكن التواصل مستمر إن كان عن طريق الواتس ولا التليفون ولا إلى آخره. يعني تقولي لازم الأمور كلها تبقى ماشية بالاتفاق وبالقناعة. طبعاً 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 بالاتفاق والقناعة وبزيادة وعي المرأة. أنا لا يعني لا أقول أو لا أجزم أن المرأة يجب يعني أن تنفذ كل شيء برأسها. لا، إنما يجب أن يكون خطابنا للجهتين، للرجل وللمرأة، أن يكون عندنا توعية للطرفين، للرجل وللمرأة. الآن نحن في عصر لا نستطيع أن نتحكم به بأطفالنا الذين هم أطفال صغار، إذا لم نستطع أن إذا لم ندخل في عقولهم وعي، فكيف لرجل يريد أن يتحكم بامرأة بالغة عاقلة راشدة؟ يعني هذا الأمر أمر يعني يحتاج منا إلى توقف كبير، ويحتاج منا أيضا إلى فهم معنى الأسرة، فهم معنى المودة والرحمة التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يريد أن يتحكم بزوجته وبصديقاتها وبلباسها من باب أنه حق له، هذا لن يفلح في شيء. يعني الموضوع لازم يمشي بالتراضي والمودة والمحبة. شكرا جزيلا.